السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نبلش بالوحدة الأخيرة يا سابع، فخلينا مع بعض نتعرف على هذه الوحدة. بداية رح نتعرف على اسم الوحدة وهي الأخطار الطبيعية والبشرية. رح نحكي عن الأخطار الطبيعية والبشرية ورح نبدأ بالطبيعية، وأول درس رح يكون هو التغير المناخي. نتعرف على أهم أهداف الدرس. طبعا رح نعرف مفهوم التغير المناخي، غازات الدفيئة، رح نتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى التغير المناخي أيضا، واستنتاج نتائج التغير المناخي، وأخيرا رح نعرف بيان موقع الأردن في العالم والسلبيات التي ظهرت على وطننا الحبيب، وأخيرا رح نحكي عن تقدير نعمة الله تعالى على توازن الطبيعة. أولا رح نتعرف على مفهوم التغير المناخي. أول إشي يا سابع بدك تعرفه أن كل منطقة على سطح الكرة الأرضية إلها ظروف مناخية خاصة فيها، من حرارة ورياح وضغط جوي أو تساقط أو رطوبة، وأن لكل منطقة في إلها ظروف معتادة يا سابع عبر الزمن اختلفت هاي الظروف. إذن هذا الإشي بس الاختلاف شو بنسميه؟ بنسميه تغير مناخي. فممكن نعرف التغير المناخي شو هو؟ هو الاختلال أو التغيرات في الظروف المناخية المعتادة، مثل الرياح وأنماط الرياح والتساقط الذي يميز كل منطقة على الأرض. وللأسف يا سابع هذا التغير كلياته كان للأسوأ وليس للأحسن. طبعا يا سابع إجا العلماء شو حكوا؟ أكدوا على أن الأرض شهدت تغيرات مناخية في السنوات الماضية بشكل كتير كبير، مثل ما احنا شايفين هون بالجد بالشكل، تمام؟ من تاريخ من عام 1975 الى 2015 ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير، مثل ما هو موضح بالشكل الآتي. فدرجات الحرارة كل سنة عن سنة بترتفع اكثر، بس المشكلة يا سابع مش انه ارتفاع درجات الحرارة فقط، المشكلة انه احنا المطلوب نعرف شو سبب هذا الارتفاع، وما هي النتائج التي حصلت على كوكب الأرض من هذا الارتفاع؟ بداية رح نحكي عن أسباب هذا التغير، التغير المناخي. وللأسف يا سابع أن أسباب التغير المناخي هو الإنسان. أولا مثل النشاط الصناعي والتطور الصناعي، مثل عمليات استخراج النفط والحرائق وتوليد الطاقة وحرق المليارات من الأطنان من الوقود الأحفوري داخل الغلاف الجوي، وهذا كله يؤدي إلى خروج غازات سامة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون. طبعا هاي الغازات إذا زادت عن حدها في الجو بتصير سامة، وهي غازات ضارة للبيئة بشكل أساسي. أما السبب الثاني هو مكبات النفايات ومزارع الأرز. طبعا مكبات النفايات ومزارع الأرز شو بيطلع منها؟ بيطلع منها غاز اسمه غاز الميثان، وهذا الغاز يا سابع ضار جدا جدا بالبيئة. أما السبب الثالث هو إزالة الغابات بشكل واسع، وبنعرف يا سابع أنه الغابة هي المصدر الوحيد اللي بيلطف الجو، طبعا بتعطينا الأكسجين وبتاخد منها ثاني أكسيد الكربون. وهسا يا سابع رح نحكي عن ظاهرة اسمها ظاهرة الاحتباس الحراري، مثل ما هو موضح بالشكل الأول من صورة والشكل الثاني بالصورة. شو رح أحكي لكم؟ الاحتباس الحراري كان بالصورة الأولى والحالة الاعتيادية بالصورة الثانية. طبعا أول إشي خلينا نحكي عن الحالة الاعتيادية بعدين بننتقل عشو على الاحتباس الحراري. مثل ما حكينا احنا يا سابع، مثل ما بنعرف انه الشمس هي مصدر اشعاعات الى سطح الارض، وهاي الاشعاعات تنقسم الى قسمين او تنقسم الى جزئين رئيسيين. طبعا الاشعة الشمس تصدر اشعاعات على سطح الارض، تنقسم هاي الاشعة الى جزئين، جزء تمتصه الارض والجزء الثاني تعكسه الى خارج الارض، يعني شو؟ خارج الغلاف الجوي، تمام؟ هاي شو اسمها؟ اسمها حالة اعتيادية للأرض. أما الصورة الثانية سابع شو بتحكي لك؟ الاحتباس الحراري، مثل ما حكينا يا سابع قبل شوي إن أشعة تنقسم، أشعة الشمس تصدر أشعة تنقسم إلى قسمين، قسم تمتصه الأرض والقسم الثاني شو بصير؟ تعكسه إلى خارج الغلاف الجوي، تمام؟ هسا القسم اللي بتمتصه الأرض شو اسمه؟ أشعة مفيدة للأرض، أما اللي بتعكسه هي أشعة ضارة.
أما بحالة الاحتباس الحراري يا سابع شو بصير؟ الأشعة اللي بتعكسها الأرض ما بتطلع خارج الغلاف الجوي، في إشي اسمه غازات الدفيئة بتمنع هاي الأشعة المنعكسة من الأرض لخارج الغلاف الجوي إنها تطلع خارج الغلاف الجوي. فشو وين بتضلها؟ بتضلها على الأرض. بتضلها وين؟ بتضلها على الأرض. وهاي مثل ما حكينا قبل شوي إنه هاي الغازات كتير مضرة بالبيئة إذا زادت نسبتها عن الطبيعي. تمام يا سابع؟ برجع بعيد بشكل سريع. حكينا في ظاهرتين، تمام؟ هي الحالة الاعتيادية شو هي؟ إنه الشمس تصدر إشعاعات على سطح الأرض. هاي الأشعة اللي بتصدرها الشمس على سطح الأرض تنقسم إلى جزئين، جزء أشعة مفيدة وجزء أشعة ضارة. الأشعة المفيدة تمتصها الأرض، أما الأشعة الضارة شو بتعمل الأرض؟ تعكسها إلى خارج الغلاف الجوي، يعني ما بدها إياها. هاي بالحالة الاعتيادية. أما الصورة الثانية هي شو هي؟ الاحتباس الحراري. شو بتحكي لنا؟ الشمس بس تصدر إشعاعات على سطح الأرض، الأرض بتمتص الجزء المفيد منها، تمام؟ بس الأشعة الجزء الثاني بتكون ضارة بس بتعكسها من الأرض لخارج الغلاف الجوي ما بتقدر. شو كان السبب؟ السبب هو شو؟ غازات الدفيئة. طبعا هاي غازات الدفيئة اللي بتخرج من وين؟ مثل ما حكينا قبل شوي، بتخرج من بخار دخان المصانع وإزالة الغابات وحرق الوقود الأحفوري. ترتفع نسبة هاي الغازات بشكل كتير كبير بالغلاف الجوي، فبتمنع هاي الغازات، بتمنع أشعة ضارة إنها تنعكس خارج كوكب الأرض. طبعا من خلال الشكل التوضيحي الآتي توصلنا إلى شو؟ السبب الرئيسي للاحتباس الحراري هو ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة مثل ما حكينا، وسبب زيادة الغازات الضارة هو دخان المصانع وإزالة الغابات من مصانع الإنسان، من صنع الإنسان. أما الآن يا سابع رح نحكي عن نتائج التغير المناخي، أو ماذا ينتج التغير المناخي، تمام؟ أولا تغير ينتج تغير في أنماط سقوط الأمطار والثلوج. طبعا هذا التغير شو اسمه رح يصير نقص في مياه الشرب وزيادة التصحر، وهذا يؤثر على الزراعة المحلية وأيضا يقل مخزون الغذاء. أما الثانية انتشار شو؟ انتشار الحرائق الطبيعية وهي حرائق الغابات بسبب ازدياد درجات الحرارة في الأرض وزيادة الجفاف، وهذا يؤدي إلى تدمير بيئات كبيرة جدا من المناطق الطبيعية من الحيوانات والبيئات البرية. أخيرا هو ذوبان الكتل الجليدية الضخمة. فممكن حدا يجي يحكي لي طب شو يعني حتى لو ذاب الكتل الجليدية الضخمة؟ لا، بس هذا كتير مضر بالبيئة. يعمل عشو؟ يعمل على تهديد المجتمعات السكنية الموجودة قرب السواحل، ممكن يؤدي إلى الفيضانات كمان. تمام يا سابع. أيضا يا سابع الأردن يتأثر بالتغير المناخي. طبعا بنطلع بنطلع على الشكل شو اسمه الآتي. شو بيحكي لنا؟ في عام 2003 كان مستوى الأخضر، ما كان مستوى الخضار في الأردن أكثر من 2011، إذ يقل مستوى الخضار والمياه وبالتالي تقل نسبة الزراعة، ويتأثر الأردن بالتغير المناخي لوقوعه ضمن إقليم البحر المتوسط. طبعا مثل ما بنعرف إنه إقليم البحر المتوسط يعتمد على مياه الأمطار بشكل رئيسي أو بشكل أساسي. طبعا شهدت الأردن في السنوات الأخيرة نقص كبير في كميات الأمطار، وهذا أدى إلى جف بعض مجاري الأودية وانخفاض مستوى المياه الجوفية أيضا. طبعا الأردن يا سابع ما عندها كثير مياه سطحية، وهي بتعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، لهذا يحتاج الأردن إلى إعادة هيكلة لهذا الموضوع وهو شو؟ التغير المناخي. طبعا يا سابع كل دول العالم بتحاول للحد من الانبعاثات لغازات الضارة، وأكثر دول منتجة لهذه الغازات هي الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا. وكان أول مؤتمر عقد في مجال التغير المناخي هو مؤتمر باريس في بتاريخ 12 من كانون الأول عام 2015، وكانت كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر باريس،
وحث فيها على أن نتعامل مع هذه الظاهرة بشكل جدي، ولا يجب العمل بشكل جماعي أبدا، ويجب العمل بشكل جماعي لا فردي، والحد من هذه الظاهرة بأسلوب موجه نحو تحقيق نتائج ملموسة. ننتقل الآن، وهيك بنكون طبعا نهينا الدرس، ننتقل الآن إلى حل الأسئلة يا سابع. شو بيحكي لنا السؤال الأول؟ تمام، طبعا سابع برجع بذكركم هدول الأسئلة وين بينزلوا؟ بينزلوا على الكتاب، حلهم على الكتاب. تمام، السؤال الأول: عرف مفهوم كل مما يلي: التغير المناخي والاحتباس الحراري. شو هو التغير المناخي كما ذكرنا قبل قليل؟ هو الاختلال أو التغير في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة والرياح وأنماط الرياح. الاحتباس الحراري شو هو؟ هو ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي حول الأرض نتيجة زيادة تركيز غازات الدفيئة فيها كما ذكرنا قبل قليل. السؤال الثاني شو بيحكي لنا؟ علل ما يلي: يعد النشاط الصناعي المسبب الرئيسي للتغير المناخي. ب: يتأثر الأردن بالتغير المناخي. ج: أدى التغير المناخي إلى تقلص مساحة الغابات. نجاوب على كل واحدة فيهم، طبعا أنا جاوبت لكم إياهم تحت بآخر الصفحة لأنه فوق شو ما في مجال. ألف شو بيحكي لنا؟ يؤدي النشاط الصناعي كعمليات استخراج النفط إلى إطلاق غازات داخل الغلاف الجوي حول الأرض مثل غاز الميثان، فأدى ذلك إلى احتباس الحراري وبالتالي إلى تغير المناخي كما ذكرنا قبل قليل سابع. با شو بيحكي لك؟ بسبب وقوعه ضمن إقليم البحر المتوسط طبعا الأردن الذي يعتمد على مياه الأمطار كمصدر رئيسي للمياه، فأدى نقص المياه الأمطار إلى جفاف الجداول والينابيع وانخفاض مستوى المياه الجوفية فيها. جيم يؤدي التغير المناخي إلى التغير في أنماط سقوط الأمطار التي تعتمد عليها أشجار الغابات كما يؤدي إلى انتشار الحرائق الطبيعية مما يؤدي إلى التصحر. تمام يا سابع، طبعا الأسئلة هدول بينزلوا وين؟ على الكتاب. شو بيحكي لنا السؤال الثالث؟ ما المصادر التي تعمل على زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كما ذكرنا قبل قليل؟ إزالة الغابات والنشاط الصناعي. السؤال الرابع: اذكر العناصر الرئيسية لاتفاقية مؤتمر التغير المناخي المنعقد عام 2015 وهو شو حكينا؟ مؤتمر باريس. 1- حصل ارتفاع درجة الحرارة الكرة الأرضية. 2- الحد من معدل انبعاثات غازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. تمام؟ هسا السؤال الخامس: املأ الفراغ بما هو مناسب. وألف: من أبرز الدول المسؤولة عن انبعاثات الغازات المسببة للتغير المناخي مثل ما حكينا الصين والهند وروسيا وأيضا الولايات المتحدة. ب: ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض مقارنة بما قبل الثورة الصناعية بمقدار قديش؟ 85% درجة مئوية. جيم: عقد مؤتمر التغير المناخي عام 2015 في مدينة باريس. تمام. دال: من آثار التغير المناخي في الأردن نقص كمية سقوط الأمطار وانخفاض مستوى المياه الجوفية فيها. هيك يا سابع بنكون أنهينا الأسئلة. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.